ليس فقط حتى في السودان، وصل التأثير إلى جنوب السودان عندما يتحدث على أن لاعب كرة قدم في دوري كرة القدم الخاص بدولة جنوب السودان وفي في في مباراة كرة قدم أخرج تيشيرت مكتوب عليه عبارات تعزية للملازم محمد صديق. إذن الأثر يتعدى حتى خارج حدود السودان. أستاذ صافي كما قلت لك بأن الملازم محمد صديق محبوب جدا من مواقفه التي قام بها أيام بدايات الاعتصام، حيث كانت قوات الأمن وقوات النظام السابق تهاجم المعتصمين، ولذلك منذ ذلك الوقت وحتى بعد نبأ إقالته من الجيش السوداني، وكان في ذلك أحاديث كثيرة جدا، وأن بعض قيادات قحط وتقدم الذين كانوا في السلطة في ذلك الوقت هم من رفضوا إعادته إلى الخدمة العسكرية، ولذلك الآن هو أيقونة للثورة وأيقونة الآن لمعركة الكرام. طيب بالعودة إلى الاتهامات الكثيرة التي يقوم بها ميليشيا الدعم السريع، الميليشيا الدعم السريع اليوم اتهمت الجيش السوداني بأنه يستهدف المدنيين وأنه يختبئ أحيانا بين المدنيين، الجيش خرج لينفي منذ دقائق، كما قلنا اتهم صباحا الجيش بأنه من قصف مصفاة النفط والجيش نفى ذلك، منذ أسابيع اتهم الجيش بأنه هو من بدأ الهجوم على الفاشر وقتل المدنيين وبدأ الجيش ينفي. منذ بداية هذه الحرب الدعم السريع يتهم والجيش ينفي، إلى متى سيظل الجيش في حالة الدفاع هذه؟ هذا ما ذكرت لك في بداية الحديث، بأن تقارير سياسية وكثير من التقارير الإعلامية والتقارير التي ترفع إلى المنظمات الخارجية هي ما تحقق موقف الجيش في المضي قدما في هذه الحرب، ولذلك الجيش يقوم بكثير من التحفظ في التعامل مع الميليشيا، فهذا الوضع سيجعل القوات الجيش السوداني في وضع تحفظ وخوف من التصنيف وخوف من العقوبات، ولذلك تدرج الميليشيا في غرف إعلامية تبث من نيروبي وتبث من دبي، تدرج دائما إلى اتهام الجيش بكثير من الأشياء، حتى أحيانا لا يكون له علاقة أصلا بالموقع الذي حدث فيه الانتهاكات، كما يحدث في بعض القرى في الجزيرة، تقوم الميليشيا بالهجوم على القرى واقتحامها وارتكاب جرائم سرقات ونهب واغتصاب، وتتهم الجيش بالتقصير في أنه لم يحمي هؤلاء المواطنين. طيب